ايه اللي تاني بقى عندنا؟ عندنا في حاجتين ولضيق الوقت نقدر ان احنا نقول حاجه حلوه قوي. ايه هي يا عم الشيف؟ معانا حلو الحلم. الحلو ده اسمه حلو الحلم ده. الحلو ده اسمه طبقات الكاستر بالبسكويت. طبقات الكاستر بالبسكويت حلو قوي. الحلو ده حلو طفولي بتاع البنات الحلوه لما تخش المطبخ. انا هعمله لحضراتكم كده دلوقتي، اشيل العجينه دي كده. وقبل ما اشيل العجينه خلونا نتكلم عن معلومه. العجينه دي عندك اهيت، عايزه تشيليها لتاني يوم اللي احنا عملنا بيها الفطاير. بتلفيها في كيس نايلون او بتحطها في كيس نايلون، وتقفلي الكيس النايلون كويس وتحطها في الثلاجه، وتحط في الاعتبار ان العجينه ديت بتتخمر تاني في الثلاجه، فتتحطيها في الثلاجه وتخليها لما تيجي تشتغلي منها بتطلعيها من الثلاجه قبل ما تفرديها ب 30 دقيقه تقريبا او 20 دقيقه، وتبداي تتعاملي معاها كانك لسه عجناها. الحاجات ديت ما تترميش، والتبذير انا ضده خلي بالكم، فده مهم جدا. العجينه دي نستخدمها تتشال في الثلاجه، هنخليها معانا كده نستخدمها في حاجات تانية. تعالوا نعمل مع بعض الحلو بتاعنا طبقات الكاستر، واذا في وقت ان شاء الله هنعمل الفاصوليا البيضة مع بعض. مقادير الحلو: بسكويت مطحون وكريمه الكاستر. ايه هي كريمه الكاستر يا شيف؟ دي حشوات. في حشوات كتيره لكريمه الكاستر، ان احنا ممكن نحطها جوه سبونش تبقى لطيفة وحلوة، أو إن إحنا ممكن نتحشي بيها عجينة الكانولي. طيب نبدأ نشتغل كده في الحلو. طيب المقادير على الشاشة زي الفل، ونشوف الكريمة بتاعتي إيه أخبارها. الله، هو ده عبارة عن حليب فانيليا كاستر. حليب فانيليا كاستر عشان أشم ريحة الفانيليا في قلبه. حلو قوي، لازم نضرب جامد كده. وانا هعمل تركايه هنا، بحط مكعبين من الزبده جوه كريمه الكاستر. مدرسه اهي، كفايه اطفال حلوين رياضيين واحنا في اجازه بنلعب رياضه اكيد، فما فيش مشكله لما يبقى الحلو بتاعنا فيه شويه دسامه. ست الكل عندها بطايه مستويه بتسال هل البطايه ديت هي مش عايزه تسويها فتعمل ايه؟ فبناخد البطايه زي ما هي كده ست الكل، وهعمل لك توبنج كده حلو قوي، عباره عن الخلاط تحط فيه معلقتين معجون طماطم او معلقتين كاتشب، يا طماطم يا كاتشب، وتحط عليهم معلقه عسل ونص معلقه قرفه معايا ست الكل، وشويه فلفل اسود مجروش، وبشره ليمون او عصير ليمون، ونخلط البطه ونمسك الدوبنج ده او الحشوه دي كده، نمسك البطايه نعمل لها مساج، وبعد كده ندخلها الفرن يا ست الكل، وبالف هنا وشفا. نوزع الخليط ده كده في قلب الكاسرولة. الحلو ده ميزته ان هو سهل، وميزته ان لما يخش جوه التلاجة نقدر ان احنا ايه نقطعه وناكل منه لمدة اسبوع، بدل ما اقول لحبيبي وانت جاي هات ايه كيكة هات تورتاية هات جاتوه، انت في البيت تعمل الحاجات الحلوة دي كده. طبقة من الكاستر كده ما تزيدش عن سنتي تقريبا، زي الفل تمام نعمة. وناخد البسكويت بتاعنا ده كده، ده بسكويت مطحون، والبسكويت في السوبر ماركت انواع. يعني ايه يا شيف؟ وعلى فكره لازم تحط البسكويت على الكاستر وهو سخن علشان ايه يتجانس معه. الساده المشاهدين على فكره ممكن نستبدل البسكويت بالشوفان. انا بوسع، قول لي عايزني احطها فين. حاضر. عينيا. تاني انا خلصت، لو عايزين يعني تطلعوا تنهوا الحلقه انا هقعد اشتغل في الحلو ده للصبح، لان طول ما انا شغال فيه كده ببدع فيه، لسه احط عليه صوص فراوله ادلعه اخر دلع. بالشكل ده كده. عملنا المبكبكه، عملنا الفطاير، عملنا حلو الكاستر بالبسكويت. كان المفروض نعمل الفاصوليا متبل النهارده، ولكن بما ان الفاصوليا لها قيمه غذائيه عاليه جدا وتتصدر الهرم الغذائي، فخلونا نعمل الفاصوليا والعلم يتكلم عنها. بس العلم لما يتكلم، العلم لما يتكلم سمع هوس. طبعا باستضافه الدكتور بهاء ناجي استشاري التغذيه العلاجيه والسمن. ناجي بهاء، سوري انا بغلط في الاسم دايما، الدكتور ناجي بهاء. حاضر يا فندم. الدكتور ناجي بهاء هيكون معانا بكره ان شاء الله، وعايز اقول بشكر فريق العمل اللي بيشتغل معانا وكواليس البرنامج في الكنترول. عايز اقول لحضراتكم فريق يتعدى ال 50 واحد، عشان تشوفوا حضراتكم الصوره الحلوه دي كده، مش الشيف لوحده، الشيف اخر واحد ممكن بيشتغل على فكره.
اهو الكاستر ده كده يتحط اهو. عندي صوص فراوله هحطه عليها دلوقتي اهو بالشكل ده كده. والله الكاستر ده لقيت المدام عامله لي، فقلت ايه الحلو اكل كده ليه طعمه حلو. فقلت لها عملتيه ازاي؟ قعدت تشرحي في الورق ترسمه لي، كان لقيته صعب. فانا بعمله اهوت واخد مني وقت كبير، انا ما تعبتش في المبكبكه زيه كده بصراحه يعني. نعم يا فندم. حاضر، بس خلونا نعمل حاجه حلوه بس عشان انا عارف الصوره الحلوه. طيب طبعا فرصه بنوجه تحيه كبيره للشعب الليبي الشقيق. انا عملت المبكبكه من المطبخ الليبي، ولكن عملتها على طريقه الشيف المغازي، يعني خدت الشعار المصري، وعملنا فطاير حلوه زي ما حضراتكم شايفينها، والمبكبكه على الهواء شايفين شكلها النهائي. طبعا قولوا معايا الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها، ويا سلام لو مسكت لها. الله الله الله، اهو اهو حلو. الف هنا وشفا. انا بعمل صوص فراوله وبكتب في ريال اهو على الايه، على الحلو اهو. ايه اهو اهو الف هنا وشفا. حلقتنا النهارده بساطه سهوله مرونه، فيها شويه حاجات حلوه كده ولطيفه في متناول الجميع. عايز اقول لحضراتكم بكره ان شاء الله الاربع معانا الدكتور ناجي بهاء استشاري التغذيه العلاجيه والسمنه دكتوراه، فجهزوا الاسئله مع حضراتكم من خلال السوشيال ميديا، واحنا بنساعدكم لان معانا فريق سوشيال ميديا بيشتغل 24/24 بياخد الاسئله وبنعرضها على الدكتور وبنساله على الهواء مباشره. فجهزوا ورقه وقلم وركزوا معايا عشان بكره حلقه مهمه جدا ومش حرمنكم من حاجه. رؤيه فن ابداع، مطبخنا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.